الله تعالى وبركاته. اخواني واخواتي، مرحبا بكم اليوم في القناة جوري الصغيرة، يعني القناة يلا عبدات جديدة، وكان وعدكم يعني ان شاء الله يكون ديما الجديد فيها، وكنتمنى منكم تابوناو معنا وديروا لنا الجيم وتخليوا لنا التعليقات ديالكم على هاد الوصفة هذه اللي غادي نعطيكم اليوم، ولا هي نورافيت سيرو اللي كيحتوي على بزاف ديال الفيتامينات، وبالنسبة للناس اللي كيعانيوا من النحافة ويعني سوء التغذية كنصحكم بنورافيت اللي كيحتوي على بعض الفيتامينات اللي فيه فيتامين بي وفيتامين بي 2 وفيتامين سي وفيتامين بي 6 وفيتامين بي بي. يعني هذا السيرو هذا يعني كيفتح الشهية وعنده واحد الدور كبير في زيادة الوزن، وكنتمنى كاع الناس اللي كيبغيو ياخذوه ياخذوا هذا السيرو هذا، لانه تيساعد يعني كيساعد على زيادة الوزن. وبالنسبة للناس اللي خدامين كنصحهم بانهم ياخذوا هذا السيرو هذا، يعني ياخذوه من الليل الليل، يعني ياخذوا معلقة من الليل الليل، لانه اصلا هو تينعس بزاف، كينعس بزاف بزاف بزاف. بالنسبة للناس اللي خدامين الى شربوا منهار تيقوا بيا اخواني الى انكم غادي تنعسوا في الخدمة. بالنسبه للناس اللي ما خدامينش ياخذوه، يعني ياخذوه 3 مرات في النهار قبل الماكله بربع ساعه، وراه غادي تكون واحد النتيجه كبيره خلال جوج سيمانات تقريبا، وغيكون واحد الدور فعال ديالو هويا اللي بالنسبه للناس اللي يكونوا حتى في الارهاق ما كيكونش عندهم النعاس وما تينعسوش، يعني يشرب مرقه واحده هذا في الليل يعني غادي ينعس نوم عميق جدا. وكنتمنى منكم يعني تساندونا يعني تساندونا في هذه القناة هذه، وان شاء الله غادي يكون الجديد ومرحبا بكم ديما في قناة جوري بوان سيموفيتش، ونتمنى ديما نكونوا عند حسن الظن ديالكم بكل جديد. مرحبا بكم وتبارك الله عليكم، الى فرصة قادمة ان شاء الله، وراه من وراها ان شاء الله غادي نلوح واحد فيديو اخر اللي كيحتوي على واحد لاغام ديال الماكياج اللي هو ماكياج ديال الفارماسي ماشي ماكياج ديال المحلات، هي واحد لاغام سميتها لاغام ليليا. انتظروا الفيديو الثاني ديالي وان شاء الله غادي يكون الخير، ومازال غنلوح لكم فيديوهات بزاف 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 على بزاف ديال الادويه، وان شاء الله اللي عنده شي تعليق ولا شي حاجه يخلي لي التعليق ديالو في لي كومونتير وان شاء الله نجاوب. تبارك الله عليكم.